السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تحليل مباراه دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ واللي كانت بين البلوز تشيلسي واليوفي، واكيد طبعا وكمغاربه اللي كيهمنا ديما هو فريق تشيلسي بقياده المدرب الالماني توشو توماس توخيل، واللي كيدخل بهذه التشكيله بحراسه مرمى ادواردو ميندي، ثلاثي خط الدفاع انطونيو روديغير، تياغو سيلفا وكريستنسن، كظهير ايمن سيزار اسبيليكويتا، وكظهير ايسر ماركوس الونسو. اما في خط الوسط عندنا جورجينو كوفاتيش، اما ثلاثي خط الهجوم فبقياده المغربي حكيم سياش، ومعه الالماني كي هافرز، بالاضافه الى الدبابه البلجيكيه روميلو لوكاكو. في بدايه المباراه كان الاستحواذ على الكره لصالح البلوز تشيلسي، فقط اليوفي كان كيعتمد على الكثافه وتضييق المساحات في وسط الميدان، وهذا الاسلوب ديال اللعب معروف على المدرب ماسيميليانو اليغري، ومعروف عموما على الكره الايطاليه انهم كيعتمدوا على الاسلوب الدفاعي بشكل كبير جدا. اما حكيم زياش كان واضح ان المدرب توماس توخيل في هذه المباراه عطيه الحريه في الملعب وما كانش مقيد بمكان واحد. شفنا الديناميكيه والتحرك ديالو في جميع ارجاء الملعب، مره كجناح ايمن ومره كجناح ايسر، وايضا وراء المهاجم روميلو لوكاكو، بالاضافه الى اننا شفنا كيرجع لوسط الميدان في بعض المرات للمسانده والمساعده في بناء الهجمات والزياده العدديه، لان اليوفي كان متكتب بشكل اكبر وكيصعب على البلوز تشيلسي ايصال الكره للاعب روميلو لوكاكو. والسلبيه الوحيده اللي كانت في حكيم زياش هي في استرجاع الكرات، كيدير اخطاء بزاف، بحيث دار ثلاث اخطاء في اقل من 8 دقائق الاولى من بدايه المباراه. يعني زياش كان كيغلب عليه الحماس الزائد، وهذا طبيعي لانه داخل وعارف انها فرصه ثمينه جدا باش يبين على الاداء الجيد ديالو في ظل المنافسه الشرسه اللي كاينه في البوست ديالو. وعدم التركيز البلوز تشيلسي والسهو الدفاعي ديالهم هو اللي خلى اللاعب كيزاي زعزعهم بالهدف الاول في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، وسط الحسره والصدمه ديال المدرب توماس توخيل. وهذه هي القوه ديال اليوفي، كيخليك تستحوذ على الكره كما بغيتي حتى كتجيك اللدغه من نوع الغفله. وبكل صراحه حكيم زياش في الشوط الثاني ما بانش بالشكل المطلوب، حتى التمريرات ديالو ما كانوش كيدوزوا، واصلا تشيلسي منين تلقى الهدف الاول كان واضح عليهم التاثر خصوصا ذهنيا، بحيث صادموا بدفاع صلب ومنظم. عموما الاداء ديال المغربي حكيم زياش كان يكون احسن مما كان، ولكن كيبقى مقبول لان اليوفي صعيب يخلي لك المساحات وتلعب بالاسلوب المعتاد ديالك. وختاما كيبقى راي ديالكم حتى نتوما في الاداء ديال المغربي حكيم زياش، وايضا في المستوى ديال المباراه ككل. كيف العاده كان معكم اسلام، خليكم في امان الله ومع السلامه.